بما رايتس اليوم موضوع هو الجنسيه اللبنانيه وليش المراه ما بتقدر تعطي الجنسيه اللبنانيه لا يعني موضوع طبعا فيه جدل كتير كبير رح نحكي عن هالموضوع مع متر ندى عبد المنعم بكار اهلا وسهلا فيك أهلا فيك يعني الجنسية اللبنانية شغلة كتير مهمة إعطاء الجنسية خاصة أنه في شباب وصبايا اليوم بعمر معين يعني عندهم كتير تعقيدات بحياتهم وهن ما لهم علاقة فيها لا من قريب ولا من بعيد لأنه ما عندهم الجنسية وين المشكلة الأساسية وليش المرأة ما بتقدر تعطي جنسية لأولادها ليش القانون يعني ما بيسمح لها يعني مثل ما بتعرفي هو المشكل موضوع ديموغرافي سياسي قضايا انتخابيه هيدا كل ال... هيدا السبب الرئيسي اللي عم بيمنع انه هيدا المشروع يمشي حاولوا كتير في عندك الوزير رئيس بارود جرب وعمل مشروع قانون وانما دلوا باللجان ما ما تحرك في محاولات اخر محاوله كان الوزير باسيل صار عليه كمان كثير جدال انه هون هو اعطى او المساواه بين الرجل والمراه وانما صار في جدال ثاني عليه انه صار في تمييز بين المرأة اللبنانية واللبنانية لأنه هون استثنى عدم منع إعطاء الجنسية لدول الجوار لا. ودول الجوار يعني اعتبروها اللي هن الفلسطينيين والسوريين ورجعنا لنفس القصه يعني هيك ما ما مشي, ما هال... ما مشي الحال ما كمان يعني في تمييز في تمييز بالمرأة صار في تمييز يعني نعم. بين المرأة ايه؟ اول شيء بين الرجل والمرأة هلا رجعنا ب... بين المرأة والمرأة اللبنانية ولكن ف... كثير من بلدان العالم يعني القوانين بتختلف بين يعني ظرف وظرف يعني هيدا عندها ظرف وهيدا عندها ظرف تاني تاني الموضوع أكتر مش موضوع يعني بس مساواة بين المراه والرجل ولا بين المراه والمراه الموضوع موضوع انا برايي عمليا على الارض كنا مثل كنا عم نقول في شباب وصبايا يعني حياتهم معقده طبعا يعني عندك مثلا اللي خلقوا صار لهم 30 سنه بلبنان مع يعني ما عندهم باسبور ما بيسافروا في ناس ما بحياتهم طالعين طياره ما بيقدروا يشتغلوا في ناس ماديا منهم كتير كثير ميسورين ما بيقدروا يعملوا اجازات عمل يعني حياتهم واقفه وهيدول عاشوا بقلب لبنان وربيو وما عم بياخذوا الباسبور وعم بيجيك ناس منهم مقيمين على ارض لبنان وعم يجوا ياخدوا باسبورات يعني هون هيدا التمييز يعني في ظلم فيه في ظلم اليوم الجنسية اللبنانية بالقانون ما بتقدر تعطيها المرأة واضح القانون فيها؟ هلا نحن الدستور اللبناني النص انه على عدم المساواة على على المساواة بين كل اللبنانيين، عدم التمييز، وعندي كمان معاهدة سيدا وكمان أصرت على هيدي هي المعاهدة هي اهتمت بعدم التمييز ضد المرأة، بالتمييز ضد المرأة، فهيدول كل هالمواضيع هيدي كلياتهم اشتغلوا علي بطريقه انه ما يصير فيه ابدا تمييز بين الرجل والمراه بس على الارض التطبيق ما كان هيدا الشيء يعني عدت بالتطبيق صار في تمييز كبير ضد المراه اللبنانية ما بتقدر تعطي منعوا عنا حق منح الجنسية لأولادها صراحة بينما الرجل بيقدر يعطي الجنسية الرجل. شو ما كان الوضع إيه طبعا لأنه المادة الأولى بتقليك يعد لبناني كل مولود ولد من أب لبناني سواء كان شرعي أو غير شرعي خلق برا أو بقلب لبنان بياخد الجنسية اللبنانية هلأ الجمعيات المدنية عم بيصروا ويأكدوا أنه يزيدوا عليها مادة كل مولود من أب وأم لبنانية بياخذوا الجنسية اللبنانية إن شاء الله يكون هيدا الشيء يمشي ونقدر نوصل عليه هون بيصير معنا تمييز بين الرجل والمرأة بس ما ما بتنحل كثير من المشاكل لا لما بصير في مساواة بين الرجل والمرأة خلاص يعني الـ الـ الولد المولود بياخد الجنسية اللبنانية إذا من أمه أو من بيه هيدا اللي عم بيحاولوا جمعية آه تشتغل عليه أو الأم أو البي أو الأم أو البي أو الأم أو البي مزبوط أه هون أه بيصير يعني مفروض انه يكون عنده الجنسيه تلقائيا ببلدان العالم هالشي موجود وين هلا كثير في الدول العربيه صار اعطوا الام اللبنانيه حق منح جنسيتها لاولادها او الام المواطنه كثير طبعا كثير عدلوا قوانينهم وصار هيدا الحق ممنوح للاولاد الاجانب طبعا ولحنا بعدنا لبنان ابدا نحن ما تقدمنا ولا فشخة بهالإطار؟ أنا برأيي ولا فشخة أبدا هو كون يعني بالن... إنه المرأة موضوع الجنسية أبدا مه. أبدا مع أنه صدرت مراسيم كتير واعطوا جنسيات يعني عندك المرسوم ال 94 تجنسوا كثير في ناس يعني اساسا ما بيعرفوا لبنان ولا مقيمين بلبنان ولا بيعرفوا لبنان شو الاعذار يلي عم يعطوها المسؤولين لحتى اللي ما يتقدم هالمشروع؟ ما بيعطوا اعذار سامعه انت في اعذار؟ ما في اعذار ما في ارجيومون ما في تفسير ما او تبرير للموضوع لا بيقولوا لك انه في دراسات وبنشوف وانما اعذار قانونيه مقنعه ما حدا بعد وصل او اقتنعتي بعذر انه ليه ما بدهم يعطوا المراه اللبنانيه حق منح اولادها الجنسيه ان انتم كقانونيين ما بتعتبروا انه اي خطوه بتنعمل باي اطار للمساواه بين المراه والرجل بهال يعني بهالموضوع هو خطوه نحو الجنسيه يعني مثلا اخراج القيد العائلي يلي هلا لا. هيك لا لا علية. ما هذا ما له علاقه هذا ما علاقه ولا بينفع اصلا ما بعرف اذا بينفع بحي اطار هلا عم بركي عم بجربوا هلا المشكورين في عندك الهيئه الوطنية. الوطنيه عم بتحاول كثير الهيئه الوطنيه يعني عم تعمل كتير مجهود انا ما شفت يمكن بعد حدا سبقها شيء يمكن عندك المرحومه الاستاذه نور اللي اشتغل كتير مم. على قانون التجاره كان من زمان المراه ما تقدر تشتغل بالتجاره مم. من دون اذن زوجها هلا صارت انه يعني في ناس اشتغلوا عليها هلا بالوقت الحاضر انا مني شايفه بموضوع الجنسيه حدا عمل انبا زياده لهيدا الموضوع عم بيحاولوا ان شاء الله يا رب انه هالمحاولات توصل لنتيجه شو الخطوه اللي ممكن تقولوا انه نحن على الطريق ولا ما في خطوه خلص الخطوه هي خطوه الم... الاساسيه اساسيه طيب بكل بساطه بقول وساطة. المحاولات الجمعيات المدنيه اللي عم بيعملوها انا بقول الا بدهم يوصلوا لمحل لانه هيدا حق مكتسب للمراه يعني هيدا ما بدهم يستجدوه هن منهم هيدا حق مكتسب وبالاخير بدهم ياخذوا حقهم المراه يعني دائما التبرير هو انه الوضع الديموغرافي ما بيسمح والوضع الطائفي ما بيسمح وال طب ليه بيسمح للرجل أنا... اذا بدنا نحكي بالديموغرافيه ليش بيسمح للرجل ما بيسمح للمراه اللي رجل اليوم لما عم بيتجوز سورية عم يجي يعطيها الباسبور اللبناني وليش المرأة اللي ما بدها تاخد نفس الجنسية السورية ما بتقدر تعطيها طب ليش ما اثنين بتمنعون إذا عن جد نفس الأسباب بس مش حل يعني هلا هيدا غير موضوع انا اذا بدي احكي بس بالجنسيه كرجل ومراه اذا بدك تحكي بالمطلق كجنسيه هذا غير موضوع على كلين انا يعني يعني ما, هل... ما ميزنا بين الرجل والمراه بس بعد في شباب وصبايا على الارض ما قادرين يتصرفوا لان ما عندهم جنسيه لما, هو لما انت ميزنا. ما بيعود فيها الظلم وبيصير في مساواه ما هن بيصيروا بيستفيدوا تنحلل القصص تاعولهم عرفتي شو قصدي بعدين نحن اليوم قانون الجنسيه عنا يعني هيدا انا بقول مش بس اكسبايرد يعني عيب علينا كون بعدنا عم نطبق قانون جنسية تاريخه 1925 مفوض السامي سراي عن جد عيب وحيت قال عنا كثير رجال قانون ومشرعين وبيفهموا أكثر منه بكثير ما مش معقول بعدنا لهلأ عم, عم نحكي بال1925 يعني كل المواضيع مشيت وعملوا قوانين جديدة إلا هيدا الموضوع هيدا موضوع الجنسية بعده لهلأ عم بيتوارثوا من جيل لجيل لجيل بعدنا من ايام المفوض السامي. القانون اللبناني يعني بيقول صراحه انه المراه ما بتقدر تعطي الجنسيه لاولادها. انا صراحه بقول لك الماده الرابعه انا تفسيره عندي كلمه اتخذت التابعيه اللبنانيه هن كل التفسيرات انه هذا بيتعلق بالمراه الاجنبيه وانما انا انا تفسيري وحطيته بكتابي انه انا بقول لا هو بيتعلق كمان لو قالوا اتخذت التابعيه اللبنانيه هي تعني المراه اللبنانيه مش كمان المراه الاجنبيه انا تفسيراتي كانت يا انه يعني المراه اللبنانيه اذا توفى زوجها الاجنبي وولادها قصر الهم حق ياخذوا جنسيه امهم وكلمة اتخذت ما بتعني المرأة الأجنبية اتخذت لأنه من زمان من زمان كان في كلنا اللبنانية حق اختيار الجنسية. الجنسيه اي نعم اتخذت كانت تستعمل للاجل اللبنانيه والجنسيه؟ لا من زمان عق. ايام العثمانيين وايام الفرنسيين قبل ما تجي معاهده لوزان، نحن الجنسيه اللبنانيه نشات وقت معاهده لوزان 1924 خلال سنتين كان كل اللبنانيه وكل الجوار السوريين وكذا لهم حق يختاروا الجنسيه اللي هن بدهم هون. كانوا يقولوا اتخذت التابعيه ولاحظوا ما كانوا يقولوا الجنسيه كانوا يقولوا التابعيه أطلعين. لانه كان بعد ما في جنسيه لبنانيه اتخذت التابعيه اللبنانيه اجوا هلا هون التفسيرات اعتبروا انه التابعيه اللبنانيه هن خصهم المراه الاجنبيه بس لحالها ومشوا بهيدا التفسير عشان هيك انا بكتابي حطيت هيدا التفسير هلا ما في وقت بكون الوقت ضيق والتفسيرات عندي بدها وقت ركزت كثير انه هيدي الماده الرابعه هون بتنحل مشكلة على القليلة بالنسبة للولاد الأسر يلي بيونوا توفى الأجنبي <applause> يلي هلأ شو مشكلتهم بتكون؟ لا انا بالنسبه لي بياخذوا الباسبور بياخذوا الجنسيه اللبنانيه يعني حتى لو بين اجنبي وتوفى هن عندهم جنسيه اذا البيون. توفى وكانوا اسر <applause> هيك الماده الرابعه بتقول انا ما عم بعطي شيء تفسير زياده من عندي مثل ما الماده بتقول انا فسرتها <applause> بس على كل نكون حلينا بس هيدا الجزء مشان هيك انا مع انه نرجع نضيف على الماده الاولى ونقول نقول انه كل كل شخص مولود من اب لبناني او ام لبنانيه هيك بنكون لحنا غطينا, غطينا كل القصه مثلاً عبد المنعم بكر اهلا وسهلا فيك ميزي. على امل نكون عم نتقدم بهالموضوع وبكل قوانيننا يلي لازمها تجديد شكرا لك ولوجودك معنا وفي هلا بنرجع نتابع من لايف